والله وقرارات كل الجامعة. هي هاي الشطرات مالها كل أهمية، يعني بس مضايق المواطن ومضايق العالم، وماذا أشوف بها يعني بالداعي. عاشت ليكم على هذا القرار، عاشت ليكم والله. زين الزخم مالنا شوي يخاف، وما حد وقفنا بالسيطرات، وان شاء الله الوضع امين. زين هالايام زين، الوضع زين والله. انا كيف يعني الزحم، الازدحام اللي في بغداد انشال كله، الصبات السيطرات كلها تنشال، لان الازدحام قوي. يعني انت تعبر من بغداد الجديده للكراده، او من الكراده ترجع لبغداد الجديده، ازدحام قوي. يعني الزحام يعني ثلاث ساعات، ساعتين، ثلاثة، أربعة، يعني بين ما توصل لبغداد الجديدة. هو رفع السيطرات قرار صحيح، بس بالنسبة للازدحامات وتخفيف الضغط الشارع مو صحيح. فالموضوع كلش ضايق، لأن السيطرات إذا شالت إذا ما شالت كانت النسبة كانت مسجلة نسبة ازدحام فد 1 إلى 2%، مو ذاك الازدحام القوي. بس إذا تحكي لي على الازدحامات فهي قرار سيارات، لازم يقطعون السيارات، لازم يقطعون الوارد، لازم يقطعون، يعني يخففون من الحجم الموجود بالشارع بالسيارات، لأن هي جاي يجيب سيارات، طرق ماكو، جسور ماكو، نفس الطرق القديمه، تبليط نص استاو نقدر نقول عليه، ما نقول تبليط 100%، لان اذا تمشي التبليط الجديد وراه بشهر مطره واحده يرجع يتحفر الشارع، يرجع سبب ازدحام. المطبات بكل شارع حتى تطب ببغداد، فثلاث مطبات، اربع مطبات، سايق يخفف يصير الازدحام يرجع لنهايه الشارع. فخدمات كلش سيئه بالعراق، مو شغله السيطرات ولا شغله امنيه. والله رفع السيطرات قرار جيد جدا وصائب، لانه تحس بالامان والحاله الامنيه انه مسيطر عليها. ثانيا عندك الزخم المروري، فالحاله كلش صعبه، يعني معاناه، يعني اذا تريد توصل منها للدوره او من غير مكان توصل لك فد اقل شيء ساعتين يلا توصل، اذا عندك دوام او عندك زين. فانت بالنسبه لك عندك هوايه حلول، ممكن بانه الشوارع تتعدل تتوسع، عندك جسور، عندك مجسرات، عندك انفاق في سبيل انه تمتص هذا الزخم، لانه لا تنسى سيطرة، عندك استيراد سيارات بالملايين لحد الان، تسقيط سيارات قديمة ماكو، فانت تجيب وتستورد وبنفس الشوارع وبنفس الزخم، هذا اللي يضايق المواطن العراقي. رأيت هذا الموضوع، يعني بالنسبة ان احنا انت تعرف بهاي الوضعية، سيطرات مهذين السيارات بكثرة وتسقط بالعراق ماكو ما شاء الله، وجي يجيبون وضخوننا. يعني هذا القرار انا اشوفه صعب 100%. يلا يفضل انه الزخم المروري اول يبدون بالزخم المروري اللي عنده حاصل عندك بالعراق. يعني هذا هسه هذا الازدحام اساسه هو اذا رفعت السيطره واذا ما رفعتها، وهذا الازدحام باقي والزخم هذا باقي. يعني اذا رفعت السيطره راح يروح هذا الازدحام، ما راح يروح، راح يصير العمليه نفس العمليه واكثر. بس يفضل انه ابدي بالاساس ومن ثم ارجع الى الحاله اللي انا اريد ارتقي الها.